والاستغلال. المؤسسة طبعا كانت بتشتغل على فكرة الإتجار بالنساء من 2010، وكنا بنشتغل على المستوى الإقليمي على مستوى شراكة 4 دول، وكان نتج لنا صور كتيرة جدا ومختلفة جدا للإتجار، ولكن كان يمكن وقتها أكثرها متركز في زواج الصفقة، وكنا وقتها بنوفر خدمات الدعم القانوني والمساندة الاجتماعية للنساء. لقينا بعد انتهاء المشروع ان احنا مش بس محتاجين نشتغل على الحدود المصريه او على ان احنا نكون دوله بتصدر النساء للخارج، لكن كمان لقينا صور واشكال كتيره جدا ومختلفه داخل المجتمع المصري وداخل الاسر المصريه، وده اللي لقينا ضروره ان احنا نكمل بالشراكه مع هيئه دروسس. والمشروع بتاعنا نهضه الاتجار بالنساء احنا بنشتغل فيه على مستوى 4 محافظات، بنشتغل فيه على 5 محاور: جزء المساندة القانونية، وجزء المساندة الاجتماعية، جزء الدعم والتأهيل النفسي، التمكين الاقتصادي، وجزء التوعية. من خلال شغلنا على مدار سنة ونص، هو المشروع ممتد معانا لمدة 3 سنين، احنا بقالنا سنة ونص شغالين في ال4 محافظات دول بشكل محدد. قدمنا حوالي 1124 استشارة قانونية واجتماعية وتبني قضايا. لقينا في صور مختلفة للإتجار، مش بس الصور اللي كانت في الأذهان عندنا جزء زواج الصفقة أو الجواز المؤقت أو غيره، لكن كمان لقينا صور منها بتتم داخل الأسرة، وهي إجبار النساء على التوقيع على إيصالات أمانة أو ضمان الزوج مقابل مبلغ مادي، وبعدها طبعا الزوج بيهرب أو بيتخلى عن المسؤولية المالية، وبالتالي الست هي اللي بتهرب، وهي اللي بتكون المسؤولة قدام الشخص اللي هم المدين ليها، فبقدمهاش طريقين: إما الحبس، أو أحيانا بيساومها على القيام ببعض الممارسات المنافية للأداب مقابل أنه يعفيها من الشكوى. في بعض الأسر كمان نظرا لظروف الفقر والحاجة الملحة بيتم إجبار الزوجة، أو أحيانا كمان بيتم تزويج الفتاة، يعني الراجل بيجي بيدفع جزء علشان بعد كده هو بيديها لأصحابه مقابل مبالغ مالية. ولان طبعا زي ما حضراتكم يمكن اقدر منه تعرفوا ان تجاره الاتجار بالبشر من اكثر التجاره اللي بتوفر اللي بتجيب ربح بشكل سريع، ولانها كمان متغيره، لان بيتم المتاجره فيها بالاشخاص بصور مختلفه، يعني فيها اطراف كتيره متشابكه ومتداخله مع بعضها وبتحقق رواج يعني بشكل سريع. في لقينا كمان جزء من الصور اللي رصدتها مكاتب المسانده خدم او العاملات في القطاع الريفي وفي المنازل، ودول من اكتر فعلا الفئات اللي بيتم ممارسه كافه اشكال وصور الاستغلال، سواء الاستغلال الجنسي او المادي كمان، لانه بيكون في اكراه على العمل، بيكون في طبعا منع من كافه حقوقها، بيكون في جزء من الاستعباد والاسترقاق، وده اللي كانت جرمته الماده 64 لقانون 2010. وده اللي الحقيقه وقت لما رصدنا الجزئيه دي مع المحامين في مكاتب المسانده، لقينا واحنا بنبص على استراتيجيه اللجنه التنسيقيه الوطنيه الخاصه بمكافحه الاتجار، لقينا ان اللجنه نفسها في جزء من استراتيجياتها هي بتخطط او بتعمل مقترحات واليات للتصدي لمثل هذه الظواهر او القضايا، بما فيهم جزء التاهيل وجزء الحمايه وغيره وكذلك القانون. فلقينا طب احنا ليه بما ان في قانون بيعتبر انه العمل قسرا او الخدمه قسرا والاجبار والاسترقاق ده من اشكال الاتجار، وفي ناحيه ثانيه قانون التامينات بيعفي الفئه دي من الدخول في مظله الحمايه القانونيه او التامين الاجتماعي، فلقينا ان ليه ما نوفقش الاوضاع، يعني القوانين توفق اوضاعها والناس دول لازم يتوفر لهم حمايه. جزء الغريمات كذلك، وده هيتكلم مع حضراتكم او هيطرح الرؤيه كامله زميلي الاستاذ عبد الفتاح، انه ليه ما يبقاش في موانع ادبيه او الجزء الاكراه المعنوي والمادي يتاخد في الاعتبار، وعليه يتم اعفاء الزوجات الغريمات اللي بتضمن ازواجها، او لو يعتد في البدايه بضمان الزوجه لزوجها، يعني اذا الزوج محتاج ضامن يبقى اي شخص غير الزوجه عشان ما تبقاش هي اللي في الاخر في وش المدفع. احنا دلوقتي يعني هنقل الحوار لزميل عبد الفتاح هيطرح الرؤيه القانونيه بشكل كامل، وبعدها هيكلمنا سياده المستشار احمد ابو العينين هيوضح لنا ايه الاليات اللي بتتبناها اللجنه الوطنيه التنسيقيه لحمايه الفئات الاكثر تهميشا وضعفا من مخاطر الاتجار والاستغلال، وبعدها هيحدثنا المستشار احمد عصمت على جزئية رؤيته النقدية لجزئية الغريمات، وازاي ان لازم يتوفر لهم حماية قانونية من الاستغلال والإجبار على العمل. شكرا لكم.
مع اخصائي اجتماعي علشان تقدر تتكلم، يكون عنده القدره ان يوصل مجموعه من القضايا الاجتماعيه ممكن نطرح نلقي عليها الضوء في موائد حوار زي كده، او نقدمها للدوله في اطار محتاجين سياسات او قوانين او تشريعات عشان تغير الاوضاع ديت. من رصدنا للحالات اللي بتيجي عندنا وفي 9 مكاتب كان عندنا 3 قضايا ملحه في الفتره اللي فاتت، اهمهم او اكثرهم او هي اللي بتهدد الاسره المصريه، بتاثر على الاتجار، يعني هي قضيه مهمه جدا وفيها كذا بعد، منها مثلا هدم الاسره المصريه، بنتكلم عن أسرة بتتفكك وقد يكون الأب والأم يخشوا السجن، بنتكلم على أنه هو قد يكون أحد صور اللجوء للإتجار بالبشر، بنتكلم على فكرة الغارمات، الغارمات هنا وضعها إزاي أو فكرتها بتيجي إزاي أو موضوعها بيكون إزاي. عندنا عرف سائد أن لما تروح حضرتك أو حد ياخد أي حاجة قسط من أي حتة، من بنك، من حد بيشتغل في القطاع الخاص وعنده محل أجهزة كهربائية، أدوات منزلية، غيره 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 أي حاجة، بيقول للزوج، لو هو الزوج اللي جاي يشتري، بيقول له هات زوجتك تضمن. من هنا بقت عندنا حالات الغارمات، بيجي مش قادر يدفع أو حصلت مشكلة بينه وبين زوجته فبيسيبها. عندنا حالات ما تعرفش عنه حاجة، بقى لها 4 أو 5 سنين واخد أحكام نهائية، وهو 4 أو 5 سنين ما تعرفش عنه حاجة، خد حكم نهائي، هي قاعدة بالأولاد، يجي لها كمان هي بتكون مضت على شيكات أو وصلات، كمان بيجي لها تنفيذ الأحكام بأحكام، وبتوصل إنها مش عارفة تسدد فبيوصل للأحكام نهائية. عندنا أكتر من حالة عندها مش حكم واحد، لأن غالبا اللي بيجي يمضي على إيصال أمانة ما بيبقاش إيصال واحد، بيبقى أكتر من إيصال، فيبقى عندنا 4 و5 و6 و7 أحكام، فأنت بتبقى واقف قدام منهم عاجز، مفيش سبيل إنك تقدم لها دعم قانوني، لأن أحكام واجبة النفاذ لازم يا إما السداد يا إما الحبس. فبيبقى عندنا الزوج هربان ومفيش عائل للأسرة، وعندنا الزوجة المعيلة اللي المفروض وضعها القانوني بقى في خطر، بتسيب البيت وتخلي الأولاد يروحوا مع عيلة تانية إذا كان حد من قريبها، وأكم من ظواهر كتيرة جدا، وفي بتسيب القرية خالص وتروح حتة تانية وتعرض للإتجار وتعرض للاغتصاب، تعرض للتحرش، أي صور من صور الاستغلال الممكنة. دي أحد الصور اللي موجودة عندنا اللي تابعناها مكاتب مساندة، الاجتماعيين حولوها لينا، وساعات كنا ساعات كتير كنا بنقف عاجزين إن احنا نقدم المساعدة القانونية، واللي كنا بنقدر نعمله إن احنا نشبك مع جمعيات تانية بتشتغل مع الغارمات. بقت الموضوع دوت بالنسبة لمحامي وعنده الملكة القانونية بقى موضوع تقيل، انك مش قادر تعمل حاجة. فعشان كده حولنا ان احنا نقدم افكار في الموضوع ده. الموضوع التاني فيه وهنقول رؤيتنا ايه في موضوع الغارمات دوت، رؤيتنا للحل ايه، وعندنا معالي المستشار كمان مقدم رؤية تانية، احنا قعدنا مع بعض قبل المائدة وطبعا هنسمعها معالي المستشار احمد الزيني. الحاجة التانية فكرة عاملات الزراعة وخدمة عاملات المنازل وعاملات الزراعة والصيادين، دي فئات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية هي محظور عليها الاشتراك في وعاء التأميني للدولة المصرية. يعني لما تروح حد يشترك خدمة منازل، حد صياد، حد عاملة منازل إذا كان بالأجرة اليومية، العمالة غير المنتظمة، ممنوع أنها تشترك، يقول لها لا ما ينفعش أن أنا أشترك لك في التأمينات. طيب دي نقطة تخالف كل ما جاء في الدستور، مش من النهاردة، من دساتير من 1923، لأن جميع المواطنين متساويين أمام القانون في الحقوق والواجبات. فلو احنا بنتكلم على كده، طب ليه تخلي عامل تاني ممكن يكون شغال في ورشة تأمن عليه وتعمل عليه لجان حصر وغيره، وما بتأمنش على عمالات الزراعة والمنازل وغيرها، وهي الاتنين في نفس الصفة عمالة غير منتظمة. القضية التالتة أو الجزء التالت اللي احنا كنا دعينا فيه حد من وزارة الداخلية خاص بمكتب مناهضة العنف ضد المرأة ومكافحة العنف ضد المرأة، كنا صدر قرار من فترة وفقا للمادة 11 في الدستور اللي هو بيتكلم عن تلتزم الدولة وتكفل الدولة حماية القانونية للمرأة ومناهضة العنف ضدها، فاتخذ المادة ديت وتعمل بها إجراء أو سياسة وإجراء. سياسة وإجراء، كان الإجراء إيه؟ تشكيل مكاتب داخل وزارة الداخلية ومديريات الأمن والأقسام لمتابعة الحالات
او ان الحاله الخاصه بنهضه العنف ضد المراه اذا كان في اي قضيه ويكون فيها عنف وجه للمراه، اذا كان تحرش او اغتصاب او اجهاض او هتك عرض او ضرب او غيره غيره من القضايا، بتتم التعامل مع المكتب ده ليكون عنده القدرات الفنيه انه يقدر يقابل الحاله دي. احنا لقينا ان في تنفيذ القرار على ارض الواقع اتنفذ داخل وزاره الداخليه وتنفذ داخل مديريات الامن، لكن يعني اللي بيحصل عملا ان اي حد بيتعرض ده بيروح لاسامي الشرطه، ما تنفذش داخل اسامي الشرطه. لما حد يروح، وطبعا كلنا او كتير مننا ممكن يكون كمحامين او حتى متقاضين عاديين بيروح لاسامي، ما فيش مكتب موجود داخل اقسام الشرطه بده. دول كانت ثلاث قضايا الرئيسيه اللي ممكن كنا نتعامل او موجودين من الاحتكاك العملي داخل المكاتب المسانده، اذا كان في الجزء الاجتماعي او القانوني او النفسي. احنا اي حق في الدنيا، وباعتبار ان الحق في مناهضة العنف ده حق مكفول للمرأة وحق مكفول للانسان بصفة عامة، فده حق بيكون موجود في الدستور. ده علشان يحترم الحق لازم يكون في مادة في الدستور. طيب بعد الاحترام الحق حمايته، حمايته بيكون بين عن طريق ايه؟ طريق ايه؟ عن طريق تشريع، عن طريق قانون يحدد اليات الحماية ديت. وبعد كده الانفاذ الحق دوت، انفاذ الحق بيكون بسياسة واجراء بيتاخد على ارض الواقع. احنا عندنا الحق موجود في الدستور ان المواطنين امام القانون متساويين، فاحنا لو طبقنا الحق دوت في ماده في القانون هتلاقي القانون هنا قانون تمييزي بيميز العاملين في فئات معينه عن العاملين في فئات اخرى، واذا كان المواطنين جميعا متساويين امام القانون فاحنا ارتقينا ان احنا نلجا للقضاء الاداري، باعتبار ان احنا هيتقدم حد احد الناس اللي عايزه تخش الوعاء التاميني اذا كان صيادين او عاملات منازل او حرف زراعيه علشان يتقدموا لدوت، وفي حاله عدم الرد فيبقى في قرار سلبي ونرفع دعوه في مجلس دوله. ويعني واحنا شايفين ان مجلس دوله اكتر منه قضاء راي وحريه تعبير واقرار للحقوق، فالمساله ديت وفيها تمييز يعني جم ممكن يكون فيها سبيل ان احنا ناخد حكم بتمكين الفئات ديت بانها تخش الوعاء التاميني. طب لما تخش الوعاء التاميني احنا بنتكلم عن اللجنه الوطنيه التنسيقيه لمكافحة الإتجار بالبشر والمرأة على وجه الخصوص، بنتكلم عنها بتعمل سياسات وإجراءات علشان تكافح هذه الظاهرة. فاحنا محتاجين واحنا بنشوف السياسات والإجراءات ديت يبقى لازم نبص على القوانين التمييزية اللي بتتعامل مع الفئات ديت. يعني بنتكلم على خدمة المنازل، لا يجوز مثلا انها تحرر عقد مع صاحب الشقة اللي هي بتخدم فيها او العاملة داخلها. طب اللي بيخدم في حقل برضو لا يجوز ده. طب ما هو ايه الحماية اللي احنا ممكن نوفرها من خلال ان احنا نعدل في التشريعات؟ يبقى احنا محتاجين تعديل في التشريعات اللي موجودة اللي منها يحق للفئات ديت انها تعمل عقد عمل يكون لها الحقوق المترتبة على عقد العمل، كمان ندخلها في مظلة التأمينات الاجتماعية. يبقى محتاجين نبص على التشريعات، محتاجين نبص كمان في سياسات وإجراءات ازاي ندخلها في الوعاء التأميني الوعاء الضريبي نفرض لها حماية قانونية. الحاجة التانية بالنسبة لعاملات المنازل، بالنسبة لعاملات المنازل دي قضية كانت صعبة جدا، ويعني او بالنسبة للغارمات اسف بالنسبة لقضية الغارمات كانت صعبة جدا، لان احنا قعدنا نفكر فيها تقريبا مش لوحدينا، 9 مكاتب 9 محامين، وكمان كان احنا عندنا المكاتب محامي موجود في المكتب وخمسة محامين متطوعين، وتعاملنا كمان مع مجموعه من المستشارين اذا كان في وزاره العدل او حتى في مجلس الدوله حوالين القضيه ديت، ان احنا ممكن ازاي نوفر الحمايه القانونيه للغارمات اللي بيتعرضوا زي الصوره اللي انا ابتديت بيها حواري. بتلاقي حد واخد حكم نهائي والام عندها حكم نهائي، الدوله المصريه في الدستور الجديد قالت تكفل وتلتزم بحمايه الاسره المصريه من التفكك والانحلال. طيب ده جميل وعليها انها تقدم كل الضمانات ديت، طب احنا مع دوت، طب ازاي عندنا المبدأ دوت وبنخلي الغارمات يخشوا السجن، وفي الاخر بتلاقي اسره مفككه، بتلاقي اطفال، ممكن تلاقي ظاهره اطفال الشوارع نتيجه للظاهره ديت. في ماده عندنا في قانون العقوبات الماده 61، المادة 61 في قانون العقوبات دي بتتكلم عن موانع المسؤولية، موانع العقاب، أسباب الإباحة. أنا فكرنا إحنا ومجموعة الناس اللي موجودة معانا في مكاتب المساندة إن إحنا نرفع دعوة في القضاء الإداري، دعوة القضاء الإداري ديت اللي اسمها تقاضي استراتيجي، عشان نرفع دعوة باسم حالة واحدة، وعندنا حالات كتير باسم أسماء الغارمات، عشان نقدر نقول دي صورة
حقيقيه وواقعيه على ارض الواقع للنص الماده 61 اللي بتقول ايه؟ نص الماده لا عقاب على من ارتكب جريمه الجاءته الى ارتكابها ضروره وقايه نفسه او غيره من خطر جسيم. علشان الست تروح تعمل الورقه ديت ممكن يكون هددها بالطلاق الزوج في بدايه الموضوع خالص، رايحين ناخد قرض مثلا، ودي بيحصل كتير جدا، علشان نجيب حاجه نقدر نكفي بيها التزامات البيت. في ضغط نفسي ممكن يحصل بحالات الطلاق، وممكن نطلع لو انت ما عملتيش دوت، وغيره وغيره من الحالات ديت. فهنا متوفر الاكراه المعنوي، واي جريمه في الدنيا بتكون من ركنين، اي جريمه في قانون العقوبات المصري بتكون من ركن مادي وركن معنوي. احنا هنا بنتكلم عن الركن المعنوي اللي بيكون فيه اجبار معنوي ما بين الزوج والزوجه علشان تشهد على ده. احنا بنفكر ان احنا نرفع دعوه امام القضاء الاداري، نقول فيها ان احد صور موانع المسؤوليه ان لما تكون الزوجه ضامنه لزوجها وزوجها اخل بالالتزام دوت، لا يجوز تحريك الدعوه ضدها. طب انا ارتكن لايه؟ ايه الاسانيد القانونيه اللي في ايديا اللي ممكن تقول لي ان انا اعمل دوت؟ عندنا الماده الدستور اللي تقول تلتزم الدوله بحمايه الاسره المصريه، عندنا ماده مهمله موجودة في لائحة السجون، مادة لائحة السجون دي بتقول ايه؟ بتقول لا يجوز القبض على الزوج او الاب والزوجة في نفس التوقيت. وطبعا دي مش مادة مش معمول بيها، لان فلسفة التشريع المصري المفروض انه بيعمل على حماية الاسرة المصرية. فاذا كان عندنا مادة في الدستور بتقول الكلام ده، وعندنا مادة كمان في لائحة السجون بتقول الكلام ده، فانا بتكلم ان هل تكون صورة الغارمات اللي بتكون ضامنه لجوزها. انا هنا كمان ما بتكلمش عن المسؤوليه الماليه او الذمه الماليه للمراه، ما بتكلمش عن ده. يعني هي لو رايحه تعمل ده بشكل منفرد بعيدا عن انها تكون ضامنه وفقا لعقد غارمه انها جايه ضامنه لجوزها، انا لا يعني ما بفكرش في حجب ده. انا اللي بفكر فيه فكره ان انا اصبغ حمايه على الاكراه اللي قد تتعرض ليه بشكل معنوي عشان تعمل الاقرار بالضمان ده. النقطة الثالثة اللي كنا اتكلمنا فيها اللي هي فكرة قرار وزير الداخلية، واحنا هنطالبه بإنفاذ القرار اللي هو عامله ان يكون في وحدات داخل اقسام الشرطة. وكمان مش هيكون بس انك تنشئ وحدة، احنا محتاجين نحدد اختصاصاتها ايه، محتاجين نحدد مين العاملين فيها، ايه التدريب والتأهيل اللي ممكن لازم يحصلوا عليه عشان نقدر نقول ان هم دول قادرين على انهم يقابلوا الحالات اللي بتتوفر فيها الجريمة ديت. وانا اسف على الاطالة عشان نعمله ليلي الوقت خلص، ورب اكون وصلت الفكرة، وانا شاكر لحضراتكم جدا حسن الاستماع. شكرا يا استاذ عبد. برحب بحضراتكم في البدايه، الساده ممثلي منظمات المجتمع المدني ورجال الاعلام والساده الزملاء المحامون وممثلي اداره التوجيه بالتربيه والتعليم، وايضا ارحب بزميلي المستشار احمد عصمت الزيني رئيس محكمه الاسره بسوهاج، والأستاذة نورة والأستاذ عبد الفتاح. الحقيقة أرجو أن أنا أبقى ضيف خفيف على حضراتكم، والحقيقة أنا جاي أعرض دور الحكومة فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر بصفة عامة والنساء بصفة خاصة، وفي نفس الوقت جاي أستفيد من رؤية حضراتكم فيما يتعلق بهذا الأمر، تمهيدا لصياغة آراء حضراتكم في الاستراتيجية الوطنية الشاملة اللي احنا بنعدها في اللجنة لمكافحة الاتجار بالبشر بصفة عامة ومكافحة الاتجار بالنساء بصفة خاصة. في البداية طالما اتكلمنا عن الاتجار في البشر، لابد ان احنا اطلالة سريعة كده موقف الشرائع السماوية من هذه القضية، هي قضية الاتجار بالبشر بصفة عامة والنساء بصفة خاصة. أكيد حضراتكم متفقين معايا أن كل الشرائع السماوية بلا استثناء كافحت الاتجار في البشر باعتبار أنه اعتداء على حقوق الإنسان. المسيحية واليهودية والإسلام. على سبيل المثال الشريعة الإسلامية كافحت الاتجار في البشر بصفة عامة، مع أنه لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية لا آية قرآنية ولا حديث يجرم الاتجار بالرق، وهو الصورة التقليدية للاتجار في البشر.
ودي الحقيقة النقطة اللي كان دايما يهاجم فيها الإسلام في هذه الجزئية. فعلا ما عندناش آية قرآنية تجرم الاتجار في الرقيق، وده وضع طبيعي. الشريعة الإسلامية حينما نزلت في شبه الجزيرة العربية كان النظام الاقتصادي والاجتماعي قائما على الاتجار في الرق، فإذا حدث تجريم لهذا الأمر حدث هناك خلل في النظام الاقتصادي والاجتماعي. فكان منهج الشريعة الإسلامية هو التدرج في مكافحة الرق عن طريق تجفيف المنابع التي تؤدي إلى الرق وتوسيع مصادر الإعتاق. على سبيل المثال الشريعة الإسلامية جميع الكفارات في الشريعة الإسلامية عتق رقم، كفارة القتل الخطأ، الإفطار في نهار رمضان عمدا، الحنث في اليمين، كلها اعتاق رقم. الشريعة الإسلامية أجازت للسيد حينما يتزوج بأمة ويلد وتلد هذه الأمة ذكرا يصبح هذا اسمه ابن السيد، فتصبح هذه الأمة تعتق إكراما لمين؟ لهذا الولد. حاجات كتير جدا لا يسعفنا الوقت ان احنا نتكلم فيها، لكن فيما يتعلق بالاتجار بالنساء بصفة خاصة كان موقف الشريعة الإسلامية واضح جدا حينما حرمت الشريعة الإسلامية ما عرف في هذا الوقت بنكاح الشغار. نكاح الشغار زي ما حضراتكم عارفين هو نكاح البدل، بمعنى أن أزوج ابنتي لآخر على أن يزوجني هذا الآخر ابنته أو أخته ولا مهر لأي منهما. وده جوهر الاتجار في البشر، تعاملنا على هذه المرأة على أنها إيه؟ سلعة يتم البدل بها، تأخذ هذه السلعة وتعطيني في مقابل لها سلعة أخرى ولا مهر لأي منهما. وزي ما حضراتكم عارفين أن المهر من الحقوق المالية المقررة للمرأة الذي لا يسقط إلا في حاجتين، الأداء أو الإبراء. يعني بيصبح دين على الزوج، إذا توفى الزوج يتم سداد ولم تكن المرأة قد حصلت على المهر قبل الزواج، لا يتم توزيع التركة إلا بعد إيه؟ إلا بعد سداد الديون، فيصبح دينا على الزوج قبل توزيع التركة. الشريعة الإسلامية حينما كافحت الاتجار في البشر بصفة خاصة والاتجار بالنساء بصفة الاتجار بالبشر بصفة عامة والاتجار في النساء بصفة خاصة، ده كان منهجها. لكن دورنا احنا كمصر فيما يتعلق بالاتجار في البشر بصفة عامة ومكافحة الاتجار بالنساء بصفة خاصة، ده قديم قوي، من 1926 انضمت مصر إلى الاتفاقية مكافحة الرق لعام 26، ودي كانت الصورة الأكثر انتشارا أو الصورة التقليدية للاتجار بالبشر 1926. وزي ما حضراتكم عارفين طبقا للدساتير المصرية المتعاقبة أن الاتفاقية الدولية حينما تنضم إليها مصر ويتم التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية تصبح جزءا من النظام القانوني الداخلي. كذلك أيضا مصر انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عام 2000، وملحق بهذه الاتفاقية 2 بروتوكول. البروتوكول الأول بيكافح الاتجار خاص بمكافحة ومنع الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، كان موجه اهتمامه لمين؟ للنساء والأطفال، لأنهم أكثر عرضة أو هم الفئات الأكثر عرضة للاتجار في البشر. مصر انضمت إلى هذه الاتفاقية قرار رئيس الجمهورية رقم 294 سنة 2003، وانضمت أيضا إلى البروتوكول الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، وأيضا انضمت إلى البروتوكول الثاني الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية، باعتبار أن المهاجر الشرعي قد يصبح في وقت ما أو هو ضحية محتملة للاتجار في البشر. ده كان منهج جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بمكافحة الاتجار في البشر. لكن زي ما حضراتكم عارفين الاتفاقية الدولية بتجرم فقط لكن لا تضع عقوبة. الاتفاقية الدولية بتقول يتعين على الدول أن تجرم الاتجار في البشر، لكن أنا كقاضي
إذا جالي قضية التجار في البشر ولم يكن لدي قانون وطني يجرم الفعل ويضع عقوبة، لأن زي ما حضراتكم عارفين أن في قاعدة دستورية يمكن في كل دساتير العالم بتقرر بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، فالاتفاقية تجرم لكنها لا تضع عقوبة. فأنا كحكومة مصرية علي التزام من سنة 2003 لما انضميت إلى الاتفاقية والبروتوكول أن أصدر تشريع مصري لمكافحة الاتجار في البشر. صحيح كان عندنا تشريعات فرعية تكافح الاتجار في البشر ولكن بطريقة غير مباشرة، منها على سبيل المثال قانون العقوبات، مادة ضعيفة كده موجودة، مادة 227 بتجرم المأذون، فعل المأذون اللي بيجري عقد الزواج دون الاستيساق من سن الزوج والزوجة عقوبة حبس وغرامة لا تزيد عن 500 جنيه، يعني أقل من مخالفة المرور اللي هي الحديث في التليفون المحمول. وأيضا إذا أثبت بيانات غير صحيحة، هذا النص موجود في قانون العقوبات، موجود نص أيضا في قانون الأحوال المدنية ينص على أنه لا يجوز توثيق عقود زواج من لم يبلغ من الجنسين 18 سنة، والمقصود من هذا النص هو حماية إيه؟ حماية المرأة من زواجها قبل هذا السن لأنها قد تكون ضحية للاتجار في البشر. لحد سنة 2008 ما كانش عندنا نص بيكافح الاتجار في البشر، إلى أن تم النص في المادة 291 عقوبات بتجريم الاتجار في الأطفال فقط، لكن لو تم الاتجار في بالغ سنة 2008 لا تشكل جريمة التجار في البشر، يبقى لابد المجني عليه يبقى إيه؟ طفل. وأول وقعة فعلا تم تقديم فيها المتهم للمحاكمة كانت في محافظة الجيزة سنة 2008، تم أول تطبيق لهذه المادة، عبارة عن سري عربي بيجي في مدينة الحوامدية هنا في مدينة الجيزة في محافظة الجيزة عن طريق سمسار، بيجي في هذه القرية عن طريق هذا السمسار وخطبة، ويجيبوا بنات القرية يعرضوهم على هذا السري كأنهن جواري طبقا للثابت في الأوراق، وبعدين يتفحصهن وبعدين يختار من تقع عليها الاختيار، وهن بالطبع أقل من 18 سنة. وزي ما حضراتكم عارفين أنه لا يجوز زواج أجنبي من مصرية إلا في مكاتب التوثيق اللي موجودة في وزارة العدل، وبشروط، منها الشرط الأول ألا يزيد فارق السن عن كام؟ عن 25 سنة. هذا السري كان يبلغ من العمر 78 عام والبنت 15 سنة، وبالفعل تم تقديم الزوج والأب والأم والخطبة، ما كانش مأذون، كان شخص أجرى عقد عرفي وهذا مخالف للقانون، قدموا للمحاكمة. الحقيقة المحكمة استعملت الرأفة مع الأب والأم وقضت بعقابهم لمدة سنة حبس وأوقفت تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم نظرا للمحافظة على الأسرة، وكان في أولاد آخرين. دي كانت أول تطبيق للاتجار بالبشر طبقا للمادة 291. الحقيقة عندنا بقى تطور حدث من 2007 وهو صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، وده يعني اعتقد ان هو ده يعني شيء مهم جدا. سنة 2007 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء 1584 لسنة 2007 بايه بقى حضراتكم؟ بانشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، وكان اسمها الاتجار في الافراد سنة 2007 عشان يبقى المصطلح دقيق. حقيقة اللجنة دي كانت مشكلة في وزارة الخارجية لكن تبعيتها لمين؟ لرئيس مجلس الوزراء، ودي حاجة مهمة جدا ان لجنة زي دي تبقى تبعيتها لمين؟ لرئيس مجلس الوزراء. كان تقريبا كل الوزارات مشكلة في هذه اللجنة، 12 وزارة وخمس جهات، كل الوزارات الخارجية، العدل، الداخلية، التعليم العالي، التربية والتعليم، السياحة، التضامن الاجتماعي، كان في الوقت ده كانت وزارة الشؤون الاجتماعية،
السياحة، جهات أخرى أيضا، النيابة العامة، المخابرات العامة، ثلاث مجالس: المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي والمجلس القومي لحقوق الإنسان. الإيه حضراتك؟ لا، في البداية كان التجار فعلا، وده سؤال مهم اللي حضرتك أثرته. اللجنة دي كانت تجار في البشر لسنة 2010. الحقيقة اللجنة كان أول اختصاص لها هو إصدار أو المساهمة في إعداد مشروع قانون لمكافحة الاتجار في البشر. الحقيقة تم إصدار هذا القانون برقم 64 لسنة 2010، وبعتقد أن دي نقلة في مجال مكافحة الاتجار في البشر بصفة عامة ومكافحة الاتجار بالمرأة بصفة خاصة. القانون صدر 9 مايو، تم العمل به يوم 10 مايو 2010. الحقيقة كان لي شرف أن أنا أعمل رئيس للأمانة الفنية لهذه اللجنة، بالإضافة إلى عملي كقاضي في محكمة النقض. استمرت اللجنة تعمل من 2007 حتى 2013. في مارس 2013، وده السؤال اللي حضرتك أثرته فعلا مهم جدا، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء 239 في مارس 2013 بإيه بقى؟ بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية. وفعلا أضيف إلى اختصاص اللجنة اختصاص آخر هو الهجرة غير الشرعية. ظلت اللجنة تعمل في وزارة العدل من مارس 2013 حتى شهر ديسمبر 2013، وفي هذا الوقت صدر قرار بتقسيم هاتين اللجنتين إلى التجار في البشر بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء 1537-2013، وظلت اللجنة في وزارة العدل، وأنشئت لجنة أخرى بعد انقسام اللجنتين وهي اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء 380 لسنة 2014. فأصبح لدينا في مصر لجنتين: اللجنة الأولى مكافحة الاتجار في البشر في وزارة العدل، واللجنة لمكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الخارجية، لكنهما لا يتبعان لا وزارة العدل ولا وزارة الخارجية. كل لجنة من هذه اللجان تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، وده مهم جدا. في الفترة من 2011، الحقيقة كان هذا القانون، وده بعتبره هو البداية الحقيقية لمكافحة الاتجار في البشر. هذا القانون لم يأخذ الحقيقة حقه في التطبيق، للظروف اللي صدر فيها كانت ظروف صعبة إلى حد ما، وطبعا حضراتكم أعلم وأدرى مني بهذا الموضوع. كان دورنا إحنا كلجنة وطنية في فترة إعداد دستور 2012 إن إحنا بنعمل دستور جديد، فلابد أن ينص في هذا الدستور على مكافحة الاتجار في البشر. الحقيقة اللجنة كانت في الفترة دي في وزارة الخارجية، فعملنا الحقيقة مذكرة وعرضناها على اللجنة القائمة لإعداد الدستور إن إحنا عاوزين نص صريح يحظر الاتجار في البشر ويجرم القانون ذلك، وعملنا الحقيقة اجتماع وبعتنا المذكرة. لكن الحقيقة يعني حسن النوايا في إعداد الدستور، بأمانة أنا دايما أقول الدستور 2012 كانت له محاسن وكانت له، لابد أن الإنسان لما يقيم الحاجة يقيمها بتجرد أيا كان القائم على إعداد هذا الدستور. هل دستور 71 كان وحش؟ لا، ولا 2012 ده في مسالب وده مثال، ودستور 2014. لكن المهم ان احنا نطبق النصوص، المهم تطبيق النصوص وليس صياغة وكتابة النصوص. فالحقيقة يعني بسوء نية نصوا في قانون في دستور 2012 وحذفوا كلمة الاتجار في البشر ونصوا على تجريم بعض صور الاتجار في البشر، وكان الهدف عندهم ان ما يحطوش مصطلح الاتجار في البشر. ليه؟ لان الاتجار في البشر لو حطيت هذا المصطلح فهو عنوان كبير هيشمل جميع الصور، وكان الهدف أن يعدلوا قانون الأحوال المدنية ويلغوا موضوع سن الزواج، وده كان المهم عندهم. ليه؟ لأن لو البنت تزوجت في سن أقل من 18 سنة وتوافر الاستغلال ده جريمة التجار في البشر،
فعاوزين لان يقدروا يعدلوا في القانون لكن ما يقدروش يعدلوا في الايه في الدستور. زي ما حضراتكم عارفين الدستور في القمة يليه التشريع. الحقيقة صدرت المادة عرجاء ذكروا بعض صور الاتجار في البشر كالاستغلال الجنسي والعبودية والرق. طب ما خلاص حط الاتجار في البشر وخلاص يكفي. زي ما اقول ايه يحظر الاتجار بالمواد المخدرة خلاص، يطلع افيون يطلع حشيش يطلع بانجو خلاص، اي مادة مخدرة هي مجرمة. فالحقيقة المادة الدستور خرج في دستور 2014 وتيحت لنا الفرصة ان احنا نعيد هذا الامر. والحقيقة لجنة الخمسين استجابت للاقتراح، احنا كنا بعتين لهم نفس نص المادة يحظر الاتجار في البشر ويجرم القانون ذلك. هم اجروا تعديل يعني احسبوا يعني عددوا بعض صور الاتجار في البشر واضافوا في الاخر ايه الاتجار في البشر. طب انا اجيب الاساس وخلاص، فقالوا ايه مادة 89 وانا بعتبرها انجاز، قالوا يحظر تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار في البشر. طب ما تشيل كل ده وخلاص والاتجار في البشر يشمل، مع مش مشكلة، المهم ان احنا وصلنا نحط ايه نضع كلمة الاتجار في البشر في الدستور، وده انجاز انجاز الحقيقة. ايضا مادة 60 من الدستور اللي هي بي تحظر الاتجار بالأعضاء البشرية، وأيضا المادة 93 اللي بتعتبر الاتفاقيات الدولية جزء من التشريع الوطني. طيب ده فيما يتعلق بالإطار التشريعي، عشان يعني أترك الفرصة لحضراتكم. ده الإطار التشريعي، عندنا اتفاقيات دولية انضمينا ليها، عندنا دستور يكافح الاتجار في البشر، عندنا قانون مهم جدا اللي هو قانون 5 لسنة 2010، وده مهم فيما يتعلق بايه بحماية المرأة. المادة 2 من هذا القانون نصت على حظر الزواج من حظر نقل الأعضاء بين المصريين والأجانب، استثنت فقط حالة واحدة هي بين الزوجين، يعني المصرية يجوز لها أن تنقل إلى زوجها الأجنبي والزوج الأجنبي يجوز له أن ينقل إلى زوجته المصرية، لكن بشرط مهم جدا أن الزواج يكون موثق حتى لا يكون هناك تحايل. واحد عربي يتزوج مصرية بقصد أنه يقنن الوضع فتستطيع أن تتبرع له كزوجة، فالقانون قال لابد أن يكون زواج رسمي موثق، وأيضا مضى عليه 3 سنوات حتى لا يساء استخدام هذا الأمر ويتم الاتجار بال الغارمات هو او الغارمين بصفه عامه هو المدين اللي ما قدرش يسدد دينه. انا الموضوع اللي طرح عليا ان انا اتناقش فيه ان احنا الماده اللي هي الماده رقم 61 ازاي نستفيد فيها علشان نقدر نحل موضوع الغارمات اللي موجود في او اللي موجودين بصفه عامه في سجون مصر. فانا يعني يمكن اصدمكم واقول ان مش هينفع تطبق الماده دي اصلا ومش هيستفاد منها. ليه بقى؟ اولا هي نص الماده دي بتقول لا عقاب على من ارتكب جريمه الجاءته الى ضروره وقايه نفسه او غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به او بغيره ولم يكن لارادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقه اخرى. يعني ايه يعني؟ يعني هدي مثل بسيط جدا. انا قاعد في بيتي وانبوبه البوتاجاز هتنفجر ولعت فعلا، وجيت انا مسكت انبوبه البوتاجاز دي رحت راميها من الشباك وقعت على واحد موتته، مفيش جريمه عليا. ليه؟ لان كان في خطر جسيم وقع عليا. لكن ما ينفعش نقول ان واحده او واحد وقع على ايصال امانه ان في خطر جسيم الجاه للتوقيع على ايصال امانه، لسبب بسيط جدا ان هو لما وقع على ايصال الامانه هو يعلم تماما ان في التزام جنائي عليه، صح ولا غلط؟ هل هو عن جهل منه؟ لا طبعا. طب ايه اتفضلي. لا 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 صعب احيانا. انا هكلمك بقى من ناحيه عمليه، انا 4 سنين يعني عشت في القصص دي. ليه كثرت الفتره الاخيره موضوع ايصالات الامانه والستات والرجاله المرمين في السجون؟ اتكلم بصراحه شويه باشا. ماشي. احنا جايين نحل بقى. تمام.
بس بالظبط، احنا هنقض نفسي انا كقاضي، هنقض منظومه الشرطه، هنقض الساده المحامين. تمام، هقول لك انا ليه المحامين، انا هقول لك، لا انا هقول لك ليه المحامين، نسمع وجهه النظر بعد، وهنقول ايه الحلول. هي مش محتاجه تعديل تشريع، هي محتاجه قرارات بس. من 10 سنين تقريبا كده لو تفتكروا نزلت شركات تحت ادوات كهربائيه، نزل، برافو عليكم انتوا شطار ومتابعين اهو. تمام، نزل الشركات دي مراكز الصعيد كلها، واعتقد ممكن في مراكز بحري، نزلت على ناس الغلابه واللي عايز يجهز ابنه او بنته بوتاجاز، طب امضي لي على ايصال امانه، طب يمضي على دفتر ايصال امانه، الدفتر فيه بتاع 20 تقريبا 20 او كده، كنت عايز اجيب دفتر ايصال امانه لان ممكن ما يكونش حد شافه قبل كده، بيمضي على ايصال امانه على بياض. تمام، الشركات دي خدت فعلا فتره كده بدات تلم الاقساط، هي كانت بتنزل بضاعه محروقه تقريبا، فطمعت الناس، ومره واحده الشركات دي اختفت. تمام، طب الايصالات دي راحت فين؟ هي وماشيه الايصالات راحت بيعها المحامين، صح ولا غلط؟ باعوها وخدوا فلوس. طب المحامي بيشتريها ليه؟ بس دي بدايتها، يجي المحامي يشتري دفتر ايصالات الامانه بتاع الست او الراجل اللي ماضي عليه، ويروح للست، الست ده بيبقى كل القصه عندها او الراجل، الدين عنده لا يتجاوز 500 600 جنيه، وهو ماضي على بياض، يروح عامل 100,000 جنيه 200,000 جنيه نص مليون، انا شفت ايصالات بنص مليون و600,000، ده عادي جدا، ده موجود. ليه هو بيخلي نص او نص مليون او 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 300,000 او 100,000؟ عشان ايه؟ عشان قاضي اول درجه كل ما يشوف الايصال كبير راح قاضي 3 سنين، صح ولا غلط؟ ساعتك اشتغلت بيه؟ طبعا، ده واقع، ده واقع. فاللي بيحصل ان قاضي اول درجه، انا ممكن اعمل دلوقتي لاي واحد عامل توكيل لمحامي ممكن احبسه وهو ما يعرفش، نتيجه القصور في المنظومه اللي احنا فيها. انا هعمل ايصال امانه لواحد دلوقتي سي من الناس، استاذ عبد الفتاح مثلا، واكتب اسم المتهم اللي هو استلم المبلغ لتوصيله للسيد فلان الفلاني، فلان الفلاني ده شخص مجهول اصلا، احمد علي، محمود علي، اي اسم في اي اتجاه مش مشكله. تمام، بيروح محضر الشرطه، بيروح اسم الشرطه، يروح عاطي صوره من 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 ايصال الامانه، صوره، ممكن هو ايصال ده يكون عامل مثلا 15 صوره، يروح يشتكي في المنوفيه، في اسوان، في الدقهليه، في الغربيه، في اسيوط، في سوهاج، يعمل صوره ويجي بتوكيل عن المتهم، المتهم ده ممكن يكون عامله في قضيه تانية خالص، بس هو خلاص مشي من عنده ومحتاج فلوس المحامي، فيروح ماسكه بقى، يروح جايب ايصال امانه ده ويكتب اسم مستلم، اسمه كمتهم، واسم اللي هو المجني عليه اللي هو بيبقى في اول ايصال الامانه. انا كنت عايز اوريكم ايصال امانه، حد ما عندوش خلفيه عن ايصال امانه؟ ما انا كان عشان كده انا بسال، هو عباره عن ورقه قد كده، تمام، ورقه قد كده، دي الورقه دي اللي سبب في 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 في, في سجن نص الشعب. طبعا انا مبالغ، طبعا هو مش نص الشعب، بيقول لك انا استلمت انا فلان الفلاني من فلان الفلاني لتوصيله لفلان الفلاني، واذا 3 اطراف، واذا لم اسلمه اكون مبددا لهذا المبلغ. اكون ما طبعا بيقع تحت طاوله اللي هي التبديد، يعني احنا عندنا اللي هي ماده 341. تمام، فبيجي يروح عامل بيه بلاغ محضر الشرطه. بالظبط بالظبط، تمام. احنا بنناقش مشكله مجتمعيه يا جماعه اللي احنا فيه ده، احنا في مصيبه. خلال المداخلات في الاخر بعد اذن
احنا في مصيبه في الموضوع ده يعني. فاللي بيحصل بيروح انا محضر الشرطه راح اعطي ايصال امانه لامين الشرطه، امين الشرطه عنده النموذج يملاه تمام ويدي رقم للجنحه، والجنحه تروح للباشا القاضي اول درجه. الباشا القاضي هيبقى عنده طبعا، انت كمتهم ما تعرفش حاجه اصلا ان انت متقدم فيك بلاغ، دي بدايه انت ما اعلنتش اصلا ليك بلاغ تمام. يروح مقدم لك تنزل عند القاضي، القاضي ده ب 100,000 اديله 3 سنين، ده ب 300,000 3 سنين، ما احنا حد الاقصى مثلا في الاصابه 3 سنين في الجرح، 10,000 15,000 كل واحد ونصيبه مع القاضي تمام. وكيل المتهم اللي هو المفروض ان هو يعني في امانه تمام، اللي هو المحامي، يروح عامل له استئناف وهو اصلا ما يعرفش ان عليه قضيه وان خد حكم، لان ما اعلنش بالحكم، لان الواقع العام لسعه المستشار ما حدش بيعلن بالاحكام، ولازم نعالج الموضوع ده. بيجي يروح عامل استئناف او يعمل معارضه جزئيه. ايه ده من عندي انا؟ لا مش يروح عامل معارضه جزئيه تمام؟ هياخد حكم غياب اعتبار المعارضه الجزئيه كلام تكون، لانه ما حضرش. المحامي بقى متابعه. يجي يروح عامل استئناف ما حضرش، سقوط احكام شكليه، سقوط الحق في الاستئناف. يروح عامل له معارضه استئنافيه ما حضرش، اعتبار المعارضه كلام تكون، يبقى واجب النفاذ. يجي سعادتك انت قاعد في البيت يخبط عليك المخبر، اتفضل معانا. ايه يا عم في ايه؟ عليك 3 سنين. 3 سنين منين؟ ده انا ما مضيتش اصلا على الايصال، ان هو ممكن ما يكونش امضتك. طب ايه الحل بقى؟ يا الدفع يا الحبس. نجري ورا المحامي، طب ايه يا عم انت عايز ايه؟ ادفع لي اي مبلغ. يروح عامل اشكال او وقف تنفيذ قدام المحامي العام ويتصالح. ده الواقع اللي احنا فيه. طب ايه الحلول؟ ايه الحلول؟ مستحيل ان احنا نخلي ماده زي مثلا ماده 60 حد يستفيد فيها، يستفيد منها. انا زي ما قلت سعادتك براء مش هينفع، لان انت كده هتدخل يعني، بدل ما انت بتحمي طائفه الغارمين مثلا او الطائفه دي من استغلال بعض المحامين تمام، او مش عايز اقول التجار لان انت هتوصل لمرحله انت بتحمي الشعب من استغلال طائفه. لان انت لما تدخل بقى بنود عشان تستفيد من الماده دي، فطبعا هتبقى انت دخلت في قصه كبيره. فانا ضد طبعا ان يعني حد يستفيد من الماده دي في قصه التبديد. طب ايه الحل عشان نبدا نحجم الموضوع ده؟ انا يعني قعدت 4 سنين يعني يعني في المداولات، طبعا احنا المداولات طبعا عشان بنشد مع بعض الزملاء، فعلا مش لاقيين حل. انا شايف يعني انا حطيت 6 حلول، مش عارف برضو المستشار ممكن يردني لو في حاجه مش هتنفع. لا يا باشا، احنا دي احنا بنتناقش نوصل لحل، فسعادتك ادرى مني واعلى مني، فلو في حاجه ما تنفعش قول لي. ممكن يكون تدفع هتتحبس، معلش تاني هتتحبس يا بيه. هو تحرقتي يا جماعه بعد اذنكم. احنا بنتكلم، احنا بنتكلم في واقع يا جماعه، احنا بنتكلم في واقع، مش احنا هو ده واقع. هتجيلي هحبسك برضو. تمام، في فرصه للمداخلات، احنا جايين نتناقش عشان نطلع في اخر. انا شايف، انا وجهه نظري انا الشخصيه تمام، ان احنا في عندي 6 حاجات ممكن نتجنب بيها الوقوع في الموضوع ده. اولا يصدر قرار، ما اعرفش بقى من وزير العدل ممكن، ان اي ايصال امانه فوق ال 5000 جنيه نخلي مبلغ 5000 جنيه، وهو المبلغ اللي هو ممكن فعلا واحد يكون خد جهاز كهربائي، خد مش عارف ايه، 5000 جنيه. فوق ال 5000 جنيه يسجل في الشهر العقاري، يعمل مكتب في الشهر العقاري يسجله. ليه بقى التسجيل في الشهر العقاري؟ لان انت عندك بيبقى حاضر المتهم اللي هو اللي استلم الفلوس، والمجني عليه اللي هو سلمه، ويحضر طبعا عملا مش يحضر الطرف الثالث. المفروض الطرف الثالث يعني لو حضر، طب ما هو يسلمه الفلوس اهو انت واقف يعني احنا بالمنطق يعني. فيخلي ده اقترح فوق ال 5000 جنيه يسجل.
في الشهر عقاري. الاقتراح الثاني هو يتعلق بمنظومة تحرير محضر الشرطة. انت بتروح لأمين شرطة عندوش أي ثقافة قانونية، تمام، بيروح عامل لك المحضر أي حاجة كده نموذج، وما بيستوفيش أصلا بيانات المحضر. يعني المفروض يدي مثلا سيد وزير الداخلية تعليمات إن محاضر إيصالات الأمانة دي ما ينفعش يجي محامي هو اللي يبلغ، يجي المجني عليه بشخصه ويثبت جميع بيانات الأطراف الأطراف الإيصال، الطرفين التانيين، المتهم طبعا، لأن أحيانا المتهم يا جماعة بيبقى اسمه أحمد محمد أحمد علي، وسعادتك اسمك أحمد محمد أحمد علي ودكتور جامعي، وتخش بقى في دوامة كبيرة. يجي لي واحد مثلا راجل ما يا جماعة أنا ماليش ما أعرفش الشخص ده أصلا، تمام، فيجي بقى يستوفي ويكون على مسؤوليته الشخصية، يعني بحيث انه يبقى لو هو يبقى أدلى بيانات مثلا يبقى يخش في قصة التزوير.